هو الأسطورة، هو الساحر، هو الخيالي، هو الشيء من اللاشيء، هو اللي جعل كرة القدم أجمل، وهو اللي بيزرع السعادة في قلوب الجماهير. هو الساحر الأخير، هو مناور بارع وهداف بالفطرة، هو اللي بيتجاوز خصومه بكل سهولة. هو خليط من الواقعية والخيال، وابتسامته داخل الملعب تحكي القصة كلها. هو رونالدو دو أساس موريرا، أو المعروف برونالدينهو. تعالوا مع بعض نعيش دقايق من المتعة مع ساحر كرة القدم اللي بجد. ولو عجبكم الموضوع ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو، دعم للاستمرار، وشكرا. Thank you.